Великой победы! Ура! مرحبا بكم يا أصدقاء. سنبدأ هذا الفيديو بسؤال حير الجميع: ما سر وراء احتفاظ فلاديمير بوتين بمصحف داخل مكتبه الخاص به؟ وهل يقوم الرئيس الروسي بدراسة القرآن؟ وهل يفكر في اعتناق الدين الإسلامي؟ ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وذلك لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. تابعوا معنا لنعرف إجابة تلك الأسئلة المحيرة. روسيا تقر باعتبار الإسلام الدين الثاني على الأراضي الروسية، وقامت برفع كل القيود عن المسلمين وإدخال الإسلام بالمناهج الدراسية ودمج المساجد ودور الدين ضمن إطار القانون، وقامت أيضا بمنح المسلمين مستحقات ورواتب مالية وإدخال مادة الدين الإسلامي بالمناهج الدراسية في عموم البلاد، مع تعديلات برلمانية قادمة تخص رفاهية وتمكين المسلمين في روسيا. يا ترى ماذا يريد الرئيس الروسي بوتين من الإسلام والمسلمين؟ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطالما وصفه الناس بالرئيس الأقوى والأذكى في تاريخ روسيا، ولكن كثيرا منا لا يعلم موقف الرئيس الروسي تجاه الإسلام والمسلمين، وكيف يلجأ إلى ربط الدين بالسياسة لتحقيق أهدافه وكسب تعاطف المسلمين. في الأيام الأخيرة تم ربط الرئيس الروسي بالإسلام، والسبب في ذلك أنه قام بمواقف كثيرة يظهر فيها تقربه ودفاعه عن الإسلام، كما أنه يستشهد في كثير من حديثه ببعض الآيات من القرآن الكريم عند اجتماعه ببعض القادة العرب والمسلمين، مما يؤكد مدى اطلاعه على القرآن الكريم ويعلم مدى رغبة الغرب في الإساءة لصورة المسلمين. لذلك يقوم بضم العرب إلى صفوفه ليقف في وجه الغرب وأمريكا، كما أنه قام بإهداء أمير قطر مجسم للكعبة وما يحيط بها من أبنية. ومن أهم مواقفه في الدفاع عن الإسلام هي وقوفه في موجة الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد في دولة فرنسا، بالرغم من حالة الصمت التي سيطر على أغلب الرؤساء العرب. الإهانة تجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعتبر حرية الفن؟ لا، وهذا يعتبر انتهاك لحرية الديانة والاعتقاد ومشاعر لأولئك الناس الذين يعتنقون الإسلام، وهذا كما أعطى بوتين الحرية لمعتنق الإسلام في روسيا لممارسة شعائرهم بحرية كاملة، كما قام بافتتاح أكبر مسجد في روسيا، ودعا في افتتاح المسجد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وعند وجود أي مناسبة يقوم الرئيس الروسي بتهنئة المسلمين ويقوم بذكر دورهم وأهميتهم في المجتمع الروسي. والأمر الذي أدهش الناس وفاجأهم هو وجود نسخة من القرآن الكريم التي ظهرت في كثير من الصور والمناسبات على مكتب الرئيس الروسي، مما آثار كثير من التساؤلات حول سبب وجوده. وهل يقوم الرئيس الروسي بدراسة القرآن؟ وهل يفكر في اعتناق الدين الإسلامي؟ ولكن تبقى كل هذه الأمور مجرد تساؤلات ليس لها إجابات واضحة، ولها أسرار لا يعلمها غير بوتين والمقربين منه. فضلا لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.